بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان بشنو يتميز؟ يعني إذا تريد تقيم إنسان تقيمه على أساس؟ يعني الآن كثيرين جو له تاريخ، جو إلى هاي الدنيا وماتوا وانتهوا ولا يذكرون بخير، وقسم جو إلى هاي الدنيا وما زال ذكرهم خالد. يعني الآن الإمام الحسين سلام الله عليه والأنبياء والصالحين، بعض الحكماء وبعض الشخصيات يذكرون دائما، ذكرهم مخلد. وطبعا هاي النزعة، نزعة الخلود موجودة في الإنسان. الإنسان دائما يريد يكون مخلد ويذكر بين الناس بخير، وهذا يعتبر عمر ثاني للإنسان، كما في إبراهيم الخليل عليه وعلى آله ونبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني شنو واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ يعني أنا خلي بين الناس ذكر حسن، واضح؟ خلي الناس يذكروني بالذكر الحسن، هذا يعتبر عمر ثاني للإنسان. يعني إذا مات هذا الإنسان يشوف الإنسان الناس تذكره بخير، هذا الذكر الحسن بين الناس لهذا الإنسان يعتبر عمر ثاني. يعني هذا الإنسان ما مات، ما زال موجود على الألسن، يذكر دائما، يترحمون عليه دائما. فالإنسان يبي عنده هالشكل شيء، الإنسان يحب يكون بين الآخرين محبوب ومذكور ومشهور بالخير، هذا شيء نزعة موجودة هذه. زين، حتى الإمام عليه السلام الله عليه عنده كلمة لطيفة يقول خالط الناس مخالطة إذا متتم بكوا عليكم، وإذا غبتم شنو حنوا إليكم. حلو، يعني فالطريقة عاشر الناس بطريقة، إلا إذا أنت متيت الناس تبكي عليك، مو تقول الحمد لله افتكينا منه ومن شره، واضح؟ وإذا غبت أنت موجود بس غبت، الناس تشتاق لك، ولا فلان مكان خالي يا ريت مكان يجي، تشتاقون إليك. فشي مطلوب هذا،
إن الإنسان يحقق له محبوبية جماهيرية وشعبية وحب في القلوب، هذا شيء مطلوب. وحتى عندنا في الأدعية موجود في زيارة أمين الله، إذا تقرونها: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، إلى أن يقول محبوبة في أرضك وسمائك. يعني خلي أنا محبوب يا إلهي في أرضك وسمائك. واضح لنا الملائكة تحبني، أنت تعرف الآن ملائكة في قبر الحسين، عند قبر الحسين 4000 ملك موجودين هناك يبكون على الحسين، وأكو في بعض الليالي يأتي من السماء أتذكر 70,000 ملك يجون ويروحون يزورون الحسين. شنو القضية هاي؟ محبوب الحسين، الحسين شخصية محبوبة. زين، هذا موجود. الكلام الإنسان بشنو يكتسب هالصفة دي؟ شلون انت تصير محبوبا في ارضك وسمائك؟ هذا الذكر الحسن شلون يجي؟ المقياس او الصفه المفروض توفرها في نفسك حتى تكون محبوب هو هاي الصفه اللي القران يذكرها: وجعلني مباركا اينما كنت. هذا عيسى يحكي عن نفسه لما جاءت به مريم اتهموها في شرفها. زين، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، شلون تجيبين ولد؟ هذا لا أبو عندي وانت مام الزوجة. زين، فأشارت إليه: كلموا الولد هو بجاوبكم. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ المهم قال: إني عبد الله أتاني الكتاب، إلى آخره. يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. مباركا يعني شنو مباركا؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يسألونه مباركا يعني شنو؟ قال: يعني نفاعا، يعني وين ما تروح تنفع. عندنا في الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. هذا خير الناس منه؟ أنفعهم للناس. والإمام علي خوش كلمة عنده يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. انت شنو تحسن؟ شنو عندك علم تفيد الناس بعلمك؟ قيمتك بهاي، بمدى نفعك للناس عن طريق علمك، قيمتك تكمن هنا. شنو عندك مال؟ زين، تعطي الناس من مالك، تبني لهم حسينيات، مساجد، تسوي لهم شوارع، تبني دار أيتام، فأنت بمالك قاعد تساهم في خدمة الناس. قيمتك من ها هنا، قيمتك بما تبذل من مالك للناس، تتحدد قيمة شخصيتك من هذا الإنفاق وهذا العطاء، هذا الإحسان. شوف، قيمة كل امرئ ما يحسنه. خوش كلمة هذه. شنو عندك؟ لا مال عندك، لا علم عندك، عندك وجاهة، عضو مجلس شورى، عضو مجلس نواب، وزير. زين، لك وجاهة اجتماعية، مختار القرية، لك وجاهة، ممكن انت بهالوجاهة تفيد الناس بتليفون واحد تقضي لك حاجة مؤمن. عدلوا له واحد متورط في المطار وانت عندك وجاهة، عندك منزلة، عندك مقام، تقدر هذا تخلص امره بتليفون واحد، تتصل في المطار تخلص الشغل كله. واحد مسجون، زين، ظلما وعدوانا، وأكو ناس وايد مسجونين ظلما وعدوانا. يعني رئيس الشرطة، زين، الآن مخول أن يحبس الفرد لمدة 48 ساعة، مخول، مع أن التخويل ده في إشكالات. يشوفك أنت مو من طائفته، مو من ربعه، مو من جماعته، أكو طائفية، أكو تمييز. يقول لك: هذا خلنا سجنين، مو ان انت مرتكب ذنب، لا، بس عنده حب الانتقام، حب التشهي، عنده عداء ليك ما لا معنى، يعني لان انت مو على خطه الفكري او خطه المذهبي. الشكل بس مشتهاي، يعني يعتقلك، يسجنك. زين، اكو واحد واسطه بتليفون واحد يطلعك من السجن،
يتصل في وزير الداخلية والله فلان معتقل بلا معنى، بس هذا رئيس الشرطة يعني عنده نوع من الطائفية يريد يفرغها براس هذا. يتصلون بسرعة تطلع من السجن. هذا وجاهه زين. عندنا في الحديث خوش حديث، أفضل الأعمال عونوا ذي الجاه لمن لا جاهله. حلو، واضح لنا. انت تبي تخطب امرأة ما يعطونك المرأة هاي، يقول لك انت من تكون، لا اصل لا فصل لا كذا. اكو تمييز موجود عندنا، يعني هالامراض ما زالت موجودة عندنا. زين، وانت هاي البنية خاطرك فيها تحبها، المهم بطريقة او باخرى، يعني امرأة سامع عنها متدينة من عائلة محترمة تحب تناسب هالبيت، يبلك واسطة. عدل، يبلك واسطة ببركة هالواسطة دي، خمسة ستة من وجهاء المنطقة، زين، العالم، إمام الجماعة، الخطيب، التاجر الفلاني، جماعة لهم وجاهة في المجتمع، تروح لهم بابا توسطوا لنا عند هالعائلة الكريمة، نبي نخطب هالبنية هذه. فأنت تروح مع الواسطة، مو بروحك تروح، تروح مع ذولا. ذولا يتكلمون في الموضوع، أبو البنت شو يقول؟ يقول أنا بعطيك بنتي لأن ذولا جو ذبوا ما وياهم، ما ضرر. ذولا لما أراقوا ما وجههم لي ما أحب أكسر وجههم، واضح لا؟ فجيد جدا. الإمام عليه السلام الله عليه خوش كلمة عنده، يقول الشفيع جناح الطالب. حلوة الكلمة. أنت عندك حاجة عند طالب حاجة، يبلك جناح الشفيع الواسطة ده ينجح الطلب مالك، واضح لو لا؟ عندك طلب في الإسكان، عندك طلب في مادري وين في الجوازات، عندك طلب، 50 طلبات عندنا احنا، باب القضية ما دا تتحرك، واسطة يجيب تليفون واحد يسهل لك القضية كلها. وتقول أفضل الأعمال عونوا ذي الجاه لمن لا جاهل. هذا فالجاه ما عنده، شوف ايش قد هذا. فانت قيمتك تتحدد من هالاحسان هذا. هذا علم عندي، هذا وجاهه عندي، هذا مال عندي، وهكذا. مباركا يعني نفاعا، وين ما تروح تنفع. هذا نفعك للاخرين انت تقيم على هالاساس هذا. واضح له. شوف اهل البيت سلام الله عليهم ليش سادوا؟ ليش بقوا على طول ده التاريخ؟ يعني اكو سؤال، الامام الحسين ليش لحد الان مخلد؟ الحسينيات في شرق الغربي وغربها، في شرق الارض وغربها، وين ما تروح حسينيات موجوده باسم الحسين. حتى عندك خبر في الهند، الهندوس يقيمون مجلس على الحسين، تسامع؟ ناس مسلمين ولا هم مؤمنين، ناس كفره بس متأثرين بالحسين وقضية الحسين ها؟ ويجيبوا لهم خطيب شيعي ويقرأ لهم، بس ما يعطونا من الأكل مالهم. ليش؟ يقول له أن أنت ما تعتقد بحلالية الأكل مالنا، لهذا ما نعطيه أكل، واضح؟ يشترون له من مطعم مسلم، بس موجودة هندوس يقيمون مجلس على الحسين. شنو القضية؟ شو سوى الحسين هذا في العالم حتى الشكل صير؟ الحسين نفاع، الحسين نفاع، ينفع الناس، ينفع. ترى حتى البكاء على الحسين انت لازم تطور عندك عملية البكاء، مو بس الحسين تبكى عليه لانه اسمه مظلوم، لا، هذا جهة ومحترم الجهة دي، لا، انت تبكى على الحسين لانه انسان، الحسين انسان عظيم في خلقه في كرمه. هذا الاعرابي، الأعرابي إجي يوم من الأيام للحسين، فالأعرابي إجي يسأل من هو أكرم الناس؟ قالوا له الحسين بن علي. من هو أكرم الناس؟ قالوا الحسين بن علي. فإجي على باب الحسين سلام الله عليه، والحسين كان يصلي، فقال الأعرابي: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد
أبوك قد كان قاتل الفسقة. حلو تلقتلهم أم علي في صفين والجمل والنهروان ترى فسقة، واضح لهم خوش تقييم عند العرابي. لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. يعني لو ما سيرة رسول الله وسيرة الإمام علي كان احنا في جحيم، واضح لو لا؟ طبعا دي كل كلمة عليها تعليقات. المهم فالإمام الحسين خلص الصلاة فقال لقنبر شنو عندنا في البيت من أموال؟ قال عندنا 4000 دينار. طبعا دينار ذاك اليوم دينار ذهب مو دينار، هذا قراطيس، لا هذا الدينار ما له أي قيمة. الحكومة تسقط الدينار يسقط، واضح لا؟ هل قد حكومات سقطت الدينار العملة سقطت؟ في العراق حتى في الكويت في الغزو سقط الدينار الكويتي فترة. فأنت التداول ذاك اليوم دينار ذهب مسكوك، والدينار ذاك اليوم تشتري بخروف، يعني 4000 خروف هاي القوة الشرائية للدينار. أتذكر أحد الخطباء، أتذكر الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، كان عنده تحليل حول الدينار، أقول الدينار بقوة شرائية يشغل 60 عامل، 60 عامل شغل الدينار. طبعا الدينار لما تفككه يصير 10 دراهم. فقال له عندنا 4000 دينار هذا الموجود. فالإمام الحسين سلام الله عليه أخذ البرد، لف الـ4000 دينار في البرد. شوف كيفية العطاء هم مهمة. فأعطاه، فتح الباب، أعطاه من خلال الباب. يعني الإمام الحسين لم يري وجهه للأعرابي، ما يحب يشوف على وجه الأعرابي ذلة السائل. هذا جدا ضخم القضية. أكو واحد يعني يكون ناس يسألك ويكتب لك رسائل وانت تشوفه ومع ذلك ما تعطيه، يعني مشكلة. على كل حال بس الحفاظ على ما وجه السائل. مرة واحدة جاي واحد للإمام عليه السلام الله عليه يسأله، قال لي اكتب حاجتك على الأرض فإني لا أحب أن أرى عليك ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. شوف الأخلاقيات، ان انت تعطي بس حافظ على كرامة الاخرين. اكو ناس تعطي وتمن، هذا هم مشكلة. وعندنا حديث المن يفسد العمل. اكو ناس تتبرع للحسينية بمبلغ بس يجيك على الباب يوم عاشوراء وتاسوعاء اريد غدا طعام، ما عليه كل زين طعام بركة خير، بس له يفلسفها، يعني ترى مساهم عندكم، ايش هالغدا اللي اعطيتوني اياه، ايش هالطبخ اللي اعطيتوني اياه، هذا اكل، واضح شلون؟ خرب الثواب مال كله، تمام ولا كانه قاعد يساوم. اعطى 1000 دينار يوم عاشر يا ابو الطو شو اسمه الاناء مالي، يلا وين اكلي انا، ترى انا مساهم. ها شوف خرب الشغله كلها. انت مساهم للحسين بقى. سما عطوك اكل، شنو القضية؟ واضح لنا. اكو ناس هالشكل منطق عندهم، هذا مشكلة. المن يفسد العمل. المهم الامام الحسين لف 4000 دينار في البرد واعطاها من خلال الباب او من وراء الباب. قال خذها فاني اليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة. الله شقد حنان بي الإمام. لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة. يعني شنو لو كان في سيرنا الغداة عصا؟ عصا يعني لو كان عندنا رئاسة، يعني إدارة الحكومة بيدي، السلطة بيدي، لأن مو بيدي كانت الإمام، خذوها غصبوها من عند الإمام. لو كان في سيرنا الغداة عصا، لو كانت الحكومة بيدي وبيت المال بيدي، كانت سمانا عليك مندفقة، واضح؟ لكن الزمان ذو ريب والكف مني قليلة النفقة. سوى في الأعراب هذا، ترى سوى الأعراب، بكى الأعراب. شوفوا البكاء
بس الحسين مو في مصيبة، بس هالأخلاقيات كهربت لأعرابي، هالخلق العالي كهرب لأعرابي، بكى لأعرابي. شوف البكاء بوقات على الحسين، ترى بكاء أئمتنا على الحسين مو نابع من إحساسهم بس بمظلومية الحسين، لا، نابع من معرفتهم بعظمة الحسين. واضح ولا لا؟ احنا لازم نطور المعرفة دي. فبكى الأعرابي فسأل الحسين سلام الله عليه، سأل من الأعرابي: لماذا تبكي؟ لماذا تبكي؟ هل استقللت عطاءنا؟ الله، شلون خلق عظيم. قال له: هل استقللت عطاءنا؟ يعني هاي المبلغ اللي أعطيناك إياه تشوفه قليل يعني؟ قال: لا سيدي، ولكن أبكي كيف يأكل التراب جودك. الله، كيف أنت تموت وتروح عنه ويروح هالكرم والخير وهال، شوف يبكي على قيم الحسين. الحسين كسب الناس لأنه رجل كريم محسن معطاء يؤثر الآخرين، والقرآن يصدق ذلك. سورة كاملة نزلت في أهل البيت، سورة كاملة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شنو القضية؟ ليش نازلة؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شنو القضية؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات. سووا يطعموا الطعام، يعني يفكرون بالآخرين، يفكرون في المساكين والمستضعفين والمحرومين. وشلون إطعام؟ مو إطعام عادي، ناس وايد تطعم الطعام ما تنزل فيهم آيات. ليش اللي في أهل البيت نزلت؟ لأن كيفية العمل عالية. أولا محتاجين للطعام دي، يعني كانوا صائمين ويريدون يفطرون على هذا الطعام وما عندهم غيره إلا الماء القراح، 5 أقراص موجودة على السفرة على المائدة. جاء مسكين طرق الباب، مسكين اعطوني من مال الله، شالوا 5 أقراص اعطوا. ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب هذا الطعام، يعني يحبون ذا الطعام، محتاجين له اعطوا. شوف الكيفية، واحد يجي لك فقير زين يريد لك ساعده، تقول لصاحبة البيت زوجتك: شوف لأن ملابس قديمة اكويها اعطيها اياها، ليش ما تعطيني الثوب الجديد اللي انفصلن لي؟ فرق اكله لما تعطيه ثوب مال 5 سنين 10 سنين كويه واعطيها اياه، غير لما تعطيه ثوب انت تحبه وتريده. الفرق يختلف، العطايا يختلف، الكيفيه تختلف. الله ما ينظر الى الحجم، ينظر للكيفيه. واضح لا؟ ليبلوكم شنو؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم شنو؟ أحسن عملا. أكو عمل حسن وأكو عمل أحسن، الكيفية مهمة. يطعمون الطعام على حبه، بعدين شنو؟ النية مخلصة لله. مو هذا عطى 1000 دينار للحسينية متوقع أكل دسم وقول لك ترى أنا مساهم، لا، لله قاعد يقول. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، هذا اليوم الأول.
مسكينا ذي يوم الثاني يتيما اليوم الثالث أسيرا. يعني 3 أيام يعطون الفطور، مو يوم ولا يومين، واضح له لا، ومحتاجين له. شنو القضية؟ شنو النية؟ إنما نطعمكم لوجه الله. إخلاص موجود في العمل. أزعلي آموز إخلاص عمل، فارسي يقول تعلم من علي إخلاص العمل. شلون تعلم من علي إخلاص العمل؟ وين؟ لما الإمام علي سلام الله عليه ضرب عمرو بن ود أسقطه إلى الأرض، فجثى الإمام علي سلام الله عليه على عمرو بن ود، أراد يقطع رأسه. يقولون إن الإمام علي صار لفترة يدور ما قطع رأسه، حتى المسلمين سألوه ليش تأخرت في قطع رأسه، فقال أنا لما جثيت على صدره أريد أقطع رأسه بصق في وجهي، فأنا ما حبيت أقتله انتقاما لنفسي. واحد يبصق في وجه الإمام طبعا يغضب، يعني يزعل، فيقول ما بغيت أقتله أقطع رأسه لأنه تفل في وجهي، أنا كنت ما مرتاح من هالحركة هاي، قلت خلي شوية ألف أفتر شوية خلي يهدأ الغضب مالي أروح أقطع رأسه قربة إلى الله تعالى. والله شلون شقد قضية مهمة. ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. يعني شنو؟ ليش تعادل عبادة الثقلين؟ لأن فيها إخلاص. هذا الإخلاص هو اللي حرك القضية. وايد ناس يعبدون ما عندهم إخلاص في العمل، فالإخلاص هو اللي ينمي الإنسان، هو اللي يخليه يثبت. شوف هم يطعمون الطعام، الآية شو تقول؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، ويأكدون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني حتى كلمة شكر ما متوقعين منكم. أتكو واحد تسوي له خدمة وكل شيء ما يقول شيء، أنت تروح في مكان تسولف عن الموضوع ده تتحدث، يقول فنا والله خدمنا حتى شكر ما شكرني، تتوقع شكر يعني، بينما البيت حتى شكر ما يقول. والله فلان كانت عنده شغلة في الجمرك أو في المطار أو فلان سوينا لنا الشغلة مشيناها ليه، ها؟ وحين احتجنا ليه في شغلة ثانية ما سوى لنا الشغلة مالتنا. تتوقع منه إنه يسوي لك شغل مثل أنت ما اشتغلت ليه يشتغل ليه. واضح لنا؟ والله فلان إيش قد إحنا زاحمنا في أجله وبذلنا جهود وسوينا، وحين عندنا شغلة وياه حتى يسويها أصلاً ما دار وي ما دار يوف. بينما أهل البيت لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن القضية شنو؟ القضية إحنا نبي نروح يوم القيامة آمنين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نبي نروح إحنا يوم القيامة، هاي أهوال يوم القيامة الله يزيلها عنا. شوف شو نفكر وين رايح أفكر. أنت لما تعطي شلون تفكر في العطاء؟ أولا لازم يكون مخلص لله، لأن الله يحب هالعمل أنا أسويه، هذه هاي، ولأن يوم القيامة أنا محتاج للعمل مالي، أريد أشوف هذا العمل مالي ذخيرة إلي يوم القيامة، أريد أشوف ذا العمل. أعمال العباد، الإمام عليه السلام الله عليه يقول أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم، يعني في الآخرة إحنا محتاجين ذا العمل إلى أن يقينا أهوالهم. خوف يوم القيامة هو اللي دفعهم. شوف هاي المحركات هي هاي اللي تبقى الواحد، هاي النية الصافية الصادقة هي هاي الملاك في العمل. فالحسين سلام الله عليه في كل تحركاته كان هو هذا هدفه، هدفه الله لله. أنت لما راح يزور قبر النبي شنو كان يقول؟ يسأل الله عز وجل أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكتب لي ما هو لك فيه رضا. شوف
من يتوخل القضية رضا الله عز وجل. الإنسان إذا دائما يبحث عن رضا الله ما يهم حكي الناس وكلام الناس وانتقادات الناس، هذا زعل هذا مدح مو مهم بالنسبة له. يعني المدح والذم بالنسبة له مو مهم، ليش؟ لأنه يريد من الله القبول، هو هدف الله عز وجل مو الناس. واضح له. لهذا الإمام عليه سلام الله عليه شو يقول سلام الله عليه؟ أقول لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. شو وش قد حلو حكي؟ من يصير بهالكيفية دي مشكلة؟ قليل تحصل هالكيفية دي. فالحسين سلام الله عليه رجل معطاء، والناس تبكي، بعضهم اللي يعرف الحسين مثل الأعراب هذا أقول أبكي كيف يأكل التراب جودك. فالإنسان إذا يريد أن يكون مخلد لازم يحسن إلى الناس، يعطي إلى الناس، يؤثر الآخرين بهذا. أنت تعرف في خروج الإمام الحسين سلام الله عليه من المدينة من اجتمع حول الإمام الحسين وبكى عليه؟ منو؟ نساء عبد بني عبد المطلب. ترى الإمام الحسين مو بس الرجال يبكون عليه، حتى النساء يبكون عليه، يعني محبوب حتى في الوسط النسائي. نساء بني عبد المطلب لما عرفنا أن الإمام الحسين يخرج اجتمعنا، الرواية تقول اجتمعنا حول النياحة على الحسين، يبكون على الحسين. زين الإمام حسين اجى لهم قال لهم انشدكم الله ألا تبدين لأجل هذا الأمر معصية، أنا طالع وعندي رسالة. زين بكوا، أنا بقول لك ليش بكوا. هني الكلام ترى، يعني أنا يعني في خطباء يعني ما يحلل السيرة تحليل ناضج وموضوعي، بس يمر عليه شكي قوريزة بيبك الناس في مالا من السلام ولا لا غلطة. الحسين كل تصرف فيه في حكمة، في فلسفة، في دروس. شوف دول بكوا، دول النسوان وين راحوا؟ نساء بني عبد المطلب راحوا إلى أم هاني عمة الحسين. قالت له حسين قاعد يطلع، أنت وينش عنه؟ فجاءت أم هاني عمة الحسين، فلما رأى الحسين شافها بهالحال جاية تأذى نفسيا، قال أم هاني هذه عمتي، لماذا جئتي بهاي الحالة؟ ماكو داعي. فشنو قالت؟ قالت كيف لا أأتي وكفيل الأرامل ذاهب عني. ترى الحسين في المدينة كان كفيل الأرامل. الأرامل منو الأرامل؟ النساء اللي مات عنهم أزواجهم أرامل. تتعرف دي القضية شقد مهمة؟ انت تعرف هذه المرأة اللي مات عنها زوجها تحتاج لكفيل يكفلها. زين النظام الاقتصادي في زمان يزيد يقول عنا الإمام الحسين هؤلاء أظهروا الفساد استأثروا بالفيء. إيش معنات استأثروا بالفيء؟ يعني سيطروا على بيت المال والثروة الوطنية ويصرفون فيما بيناتهم والناس في جوع. والله لا، ذول الأرامل إذا ما يجي واحد يكفلهم شو يصير؟ يصيرون منبع فساد في المجتمع. والله الحسين مو هدفه إنما أريد الإصلاح فيه في يوم تجدي. من قضايا الإصلاح أن يتكفل دول الأرامل. يعني أنت الحين قاعد تسمع أن الحسين كفيل الأرامل، وقالت هي علقت أم هاني زين وأبيض استشهدت بالبيت هذا اللي هو على رسول الله، بس قالت ده البيت كيف لا أبكي وكفيل الأرامل ذاهب عني وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. حسين كافي، عندك كفالة اجتماعية لهؤلاء؟ انت كشيعي طبعا، اكل حسين عنده كلمة، اقول انا الحسين ابن علي ولكم في اسوة، دي الكلمة القاها في اصحاب الحر لما قال لهم ان انا جاي لكم لان هاي كتبكم، كتبكم هذه اللي انا جاي لها بدعوتكم، فاذا انتم الان ابيتم الا الكراهية لنا والجهل بحقنا فحظكم اخطأتم ونصيبكم ضيعتم. انا ما اتضرر، انتوا اللي تضررون، انتوا اللي تضررون، وفعلا تضرروا. يعني جاهم يزيد جزرهم جزر، وين؟ في المدينة، آلاف قتل منهم في المدينة، المختار هم كل واحد اجى تبع المختار، ذبح ذبح، قتل قتل، زين، ومطبق دعاء الإمام الحسين المختار. يعني مثلا ذاك اللي حامل الرمح، الإمام الحسين حمله وراسه على الرمح يطوفون به في السكك والشوارع، الإمام الحسين قال لحامل الرمح: يا عدو الله لقد فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك وعظمك. هذا الدعاء دعا عليه، اتعرف. طبعا هو شال صوته وضرب الإمام الحسين على ثناياه حتى سكت الرأس بالكلام من الكلام. المهم المختار سوى بيده لما حصل ده الشخص فعلا جلد، يعني هذا اللحم ماله، نزع كل الجسد ماله، نزع اللحم ماله كله، سوى عظامه، واضح؟ يعني طبق دعاء الإمام حسين فيه: فرق الله بين لحمك وعظمك، كل الجلد ماله باللحم شاله سوى عظامه. جزرهم جزر. وتفضل، هم اللي ضيعوا. لو الحسين جاء حكام كان ما صار هالسوالف كلها. شوف انت شقد الان آلاف مؤلفة قتل، قتلوا بعد الحسين، كله قتل، كله سفك دماء. وين مذبوح سفك دماء؟ ليش؟ لأن هذا المنصب، منصب الإمامة، ما أعطي لأهله، واضح؟ فالحسين كفيل، كان كفيل الأرامل، يعني كان شنو؟ كان متوجه للناس: انتم مولاي الجليل في مجتمعكم الان فساد اخلاقي، شنو تعالجه؟ حكومه ما تفكر في معالجه الفساد الاخلاقي، هي تب الفساد اصلا. كل الحكومات في العالم الان ما تفكر في معالجه الفساد الاخلاقي، بالعكس قاعده تعمق الفساد، مثل يزيد بالضبط، اظهروا الفساد، الزنا، الزنا منتشر، اللواط منتشر، الفاحشه منتشر، الزواج قاعد يقل. انت دا تبي تعالج الفساد الداخلي، من ضمن المعالجة ان تتكفل قضايا الأرامل، تتكفل اقتصاديا ماديا حتى اجتماعيا، تسعى في تزويجهم، واضح ولا لا؟ تفتح لك دوائر اصلاحية لتزويج هؤلاء، لتفاهم مشاكل هؤلاء. فتبكي ليش؟ لان الحسين هو كفيل الأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. الحسين سلام الله عليه على كل حال يعز عليه فراق المدينة. الله أكبر. ذكرت بعد شغلة الآن، زين العابدين سلام الله عليه لما جاء لدفن الحسين، بني أسد سألوه بأن وجدوا في ظهر الحسين جرح لا هو أثر لطعنة رمح ولا ضربة سيف، فسؤل زين العابدين هاي الأثر شنو؟
قال هذا أثر حمل الجراب. الإمام الحسين كان يحمل الجراب زين على ظهره في مواد غذائية أو أموال ويوزعها على الفقراء واليتامى والمساكين، كان يعول البيوت بأبي وأمي. شو هذه كفالة؟ على كل حال بكاء عويل لخروج الإمام الحسين، فقدوا إنسانا عظيما معطاء. فالإمام اضطر للخروج لأن كان مهدد بالقتل، لأن يزيد بن معاوية قال للوليد خذ البيعة منه وإذا رفض فاقتله. زين، فالإمام الحسين سلام الله عليه اضطر للخروج وهيأ ذلك الموكب للخروج بأبي وأمي. شلون كان موكب؟ تتعرف ايش قد مع الحسين كان؟ 222 فرد. 222 فرد كانوا مع الحسين سلام الله عليه. أمر الحسين بتجهيز 250 خيل أو ناقة كما في بعض الروايات، وأمر أن توضع على بعض النوق 70 ناقة وضع عليها الخيام، و30 ناقة زين وضع عليها القدور وأدوات الرزق وما أشبه، 12 ناقة وضع عليها الدنانير والدراهم زين، و40 شقة من الهوادج لحمل النساء زين على المطايا. طبعا الحسين 222 مو بس هو زوجاته أخواته أهل بيته الجواري أبناء الحسن دولة كلهم طلعوا. أعد العدة للخروج بأبي وأمي. عبد الله ابن المبارك يقول جيت أنا بأشوف شلون موكب الحسين، شلون طلعت الحسين، رأيت الحسين جالس كأنه البدر ها بين هؤلاء. فلما اكتملت وسائل الخروج قال الحسين أركب العائلة، فكل واحد اجى يركب عائلته. القاسم راح لأمه بأبي وأمي وركب أمه، وبعد عندك علي الأكبر راح إلى أمه ليلى وركبها. يقول عبد الله ابن المبارك رأيت رجلا طويل القامة وجهه كفرقة قمر طالع وله ذعابتين ومن ورائه امرأتين وقد حفت بهما إماؤهم. فسألت عنه قيل هذا أبو الفضل العباس قمر العشيرة والمرأتان هم زينب الله والأخرى أم كلثوم. أقبل نحو الهودة جثا بركبتي على الأرض ويلي وأخذ بعضليهما وأركبهما في الهودج. هو الكفيل من صغرها من أيام ما هو صغير الإمام علي سلام الله عليه وضع يده بيد زينب قال لي أنت الكفيل ها يوم الذي راعيش أنوى يشيد الراحل جابين محامل الحرم وكل فارد وجحيد له
طبلة عن زينب بتسم عباس راع المرجل ناداها يا مهجة علي قومي نروح الكربلاء قالت لأخويا ما أحملي من هو الذي يتكفل ناداها عهناك بشري أمرك نود نتمثل قالت لنعم من الذخور الله بوجودك الممشى يحل طلعتك الساعة نزل محمل الحر يعدل صدل الحسين وناشد خويا شنهي نزل تكبل فلي نادى يا مهجة علي الله الله تدري بخيتنا مدلل ما تحمي ما تحمل الذل والهضم نشات على العز والعلة يا الله يا الله ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء يا حال تستر وجهك يا الله تستر وجه جفوفه والدمع على الخد شايله ترضى يا اخويا شمتك زجر وشمر الهولة خرجت من كربلاء يا حال اسيرتين مسبيتين ها مسلمه قالت اين العباس اين اخي العباس وانت كفتني وانت اللي جبتني بيدك يا اخويا ركبتني بس ما رحت عني وعفتني وعفتني خويا بن امي ولتني وصياط زجرين ورمتني هتفت غدات الرايا باسمي كفيلها وكفيلها بثر الطفوف عفير فبدا بيوم الغضرية وجهها يا الله كالشمس يسترها السنايا والنور ما لاحظت عين الهلال خيالها والشهب تخطف دونها وتغور قعدت تود لو أنها نعيت ولم ينظر إليها شامت وكفور يا الله نسألك بجلال وجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا سهل مطالبنا يسر أمورنا شافي مرضانا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة يا الله وذنوبنا به مغفورة يا الله ودعاءنا به مستجابا
واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها.